بسم الله الرحمن الرحيم. التخطيط، تخطيط الميناء، دي شكل اشكال الميناء اللي بتبقى موجوده بحيث بتحتوي على ارصفه عشان السفن تخش تجيب فيها في الممر الملاحي او الممر المائي اللي بيبقى بتخش السفن منها للميناء، وبعدين تركن في السفن بيبقى في الارصفه عشان تاخد تاخد منها السفن، تاخد منها البضائع طبعا بما فيها من مواصفات في المنشآت الخدمية للميناء نفسها في أحواض العمرة. طبعا لو تلاحظ في التخطيط ده إن الميناء بيخش فيها كل عناصر الهندسة المدنية كلها، يعني لازم يبقى مهندس مدني فاهم عارف ملم بكل شيء، لأن بيخش فيها غير كمان كده بيخش هندسة الطرق، بتخش معايا هندسة السكة حديد، بيخش معايا إنشائي، كل العلوم الإنشائية اللي موجودة عندي ده بجانب ليه طبعا علوم المياه كلها داخلة معايا. ده شكل الخطوط الملاحية الدولية المحتملة في العالم كله. لو هتلاحظ طبعا ده يعني الطرق كلها القارات الستة اللي موجودة عندي، أو القارات الخمس على حسب اللي موجود، أمريكتين وأستراليا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وآدي الشكل ده. وطبعا في الطريق الملاحي الجديد هنبينه اللي هو الطريق بتاع القطب الشمالي، ده نتيجة إن حصل ذوبان للجليد، وبالتالي اتعمل ان في الطريق الشمالي ده بيختصر المسافة، ما بينا في الخريطة القادمة ان شاء الله. هنا في برضو الخريطة بتوضح الخطوط الرئيسية بقى، دي الرئيسية بقى اللي هي المين، منها طريق رأس الرجاء الصالح اللي جاي من اوروبا لغاية الهند او المحيط الهادي، ويتفرع بقى للهند ويروح لجنوب شرق اسيا خش على الخليج العربي. في طبعا هنا النورثن سي روت اند كارنت روت، وهذا الطريق الجديد اللي اتعمل من الصين لاوروبا عن طريق القطب الشمالي. ده بياخد 35 يوم. لو انا بمشي في الطريق المعتاد الصين واخش على المحيط الهندي وامشي لغايه قناه السويس وعديها واوصل لاوروبا، ده بياخد 48 يوم. وبالتالي اصبح الطريق الجديد بيختصر كام يوم؟ هنحسبها حوالي 13 يوم. فده مهم جدا. في طريق الحرير برضو عملته الصين عشان تستفيد بالطرق اللي موجوده، هي الطريق كان موجود قديم بس هي احيته باللون الاحمر الموجود عندي ده، ده بدل ما هي تستخدم الطرق الملاحية المعتادة. وطبعا مع الطرق الملاحية دي بتستخدم طاقة، الطاقة بتاعت الطريق الحرير هيبقى أقل شوية نسبيا، هنشوف يعني ده على حسب المقارنة. وجود عدد دايما بديل من الطرق ده بيكون أفيد وأحسن. تعريفات بقى، الميناء هو مساحة مائية آمنة ومحوية من الأمواج تأوي إليها السفن للتزود بالمون للأغراض التجارية وعمليات نقل الركاب، ويعتبر حلقة الوصل بين الدول. المرفأ بقى ده بيشمل المساحة المائية اللي موجودة وكذلك المساحة الأرضية كافية لعمليات الشحن والتفريغ والتخزين والإدارة، ويشمل كافة المنشآت والمعدات الموجودة على المساحة. هندسة المواني إحدى أفرع الهندسة المدنية، ودي بتعلق بالميناء من تصميم وإشراف وإدارة ومتابعة، كل ما يتعلق بالمنشآت التابعة للميناء. الملاحة الداخلية، كل ما يتعلق بنقل الركاب والبضائع خلال المجرى المائي الداخلي، ده اللي احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت، مثل الملاحة في نهر النيل والملاحة في قناة السويس. هندسة الشواطئ هي إحدى فروع الهندسة المدنية، وبيختص بكل ما يتعلق بالمشاكل اللي بتبقى موجودة على الشواطئ مثل النحر والترصيب وكيفية التغلب عليها. المحتوى، العوامل التي يتوقف عليها تخطيط ميناء، خواص السفن، طبيعة الموقع، طبيعة الموقع، الغرض الذي من أجله تنشأ الميناء، الممرات الملاحية المؤدية إلى مدخل الميناء، التوصل إلى طرق أخرى لحساب اتساع الممر الملاحي، المساحة المائية للميناء، الدورات، دورات السفن يعني
وهي على الأرصفة عشان تطلع أو تخش في حركتين أو ثلاثة، تخطيط حواجز الأمواج كنبذة، عمق المياه أمام حائط الأرصفة، المخازن اللي هي بنسميها السقائف، اتساع واجهة الرصيف أمام المخازن اللي هي السقائف، تحديد المقاسات المختلفة للأرصفة والموارس، سفينة على كل جانب من جانبي المولس، سفينة على كل جانب من جانبي المولس كمسقط أفقي، سفينتين على كل جانب من جانبي المولس، سفينتين على كل جانب من جانبي المولس كمسقط أفقي، تحديد عدد المراسي اللازمة في الميناء، تحقيق الحد الأدنى لإجمالي تكلفة انتظار السفن وخلوات الأرصفة، تخطيط ميناء كبير مزود بأماكن لرسو المراكب على المخاطيف، ميناء صناعي، السفن المترددة محدودة المدة، تخطيط ميناء مكشوف لعدد محدود من السفن، ميناء ماتاراني في بيرو، وميناء تاني، وميناء لاجو را بفنزويلا. إيه هي العوامل التي يتوقف عليها تخطيط الميناء؟ خواص السفن المترددة على الميناء من حيث الطول والعرض والغاطس وأقصى حمولة، طبيعة الموقع المقترح لإنشاء الميناء، واحتمالات الوقاية الطبيعية، الغرض الذي من أجله يوجد الميناء أو ينشأ الميناء، الظواهر الطبيعية المختلفة بمنطقة الإنشاء، أعماق المياه في منطقة الإنشاء، ونوعية التربة المكونة للقاع وشكل الشاطئ. خواص السفن يبقى طول السفينة غاطسة عند أقصى حمولة، المساحة الطافية فوق الماء والمعرضة لضغط الرياح عندما تكون فارغة، وزن السفينة وهي فارغة، وزن أقصى حمولة لها، عدد السفن المنتظر وجودها داخل الميناء في أي وقت، نوع التجارة منه إلى الميناء وكميتها ومواسم شحنها وتفريغها. طبيعة المواقع، المواقع دي ممكن تكون ربنا خلقها مواني طبيعية، يبقى ما فيش حاجة لأعمال صناعية، نصف طبيعية، في الحاجة دي هستكمل الجزء اللي باقي بحيث إنها تبقى ميناء كاملة إلى من منشآت صناعية. المواني الصناعية بقى دي التي تستلزم أعمال صناعية كاملة للوقايات. ده بالنسبة لطبيعة الموقع. الغرض الذي من أجله ينشأ الميناء، أولا لو ميناء تجاري يبقى تقع على طريق ملاحة عامة واتصالها سهل بالبلاد، يعني ضمن شروطها لازم تقع، لازم تتوفر لها الحماية الكاملة من العواصف والأمواج، مدى المد والجزر فيها يبقى غير محسوس، تبقى هادية عشان أقدر أحط فيها بضائع أو أخذ منها بضائع، بيئة صفة ذات عمق كافي لرسوب البواخر، وكذلك بيئة سقائف ومخازن، تكون مجهزة بأحواض عمرة وورش إصلاح للسفن دي، تتوفر لها الإنارة الكافية ولابد من تزويد البواخر بمتطلباتها. يبقى ده كل الكلام ده الفاسيلتيز دي تبقى موجوده عشان اعمل ميناء تجاري. طب الميناء الحربي بقى ايه الشروط بتاعتها، او يجب يتوفر ايه؟ تكون متصله بداخل البلاد اتصالا مباشرا، سهوله الدفاع عنها بانشاء الطوابي بجوارها زي طابية قايد بي او غيره، مدخلها ضيق بحيث يمكن غلقه بشبابيك وجنازير، لها اكثر من مدخل واحد عشان لو حصلت اصابات او كده يلحق ان هو يخرج من ناحيه اخرى، لها مساحة واسعة لتسع عدد الأكبر من القطع الحربية، يكون حولها مساحات أرضية واسعة لإنشاء القشلقات والثكنات اللي هي أماكن للضباط والعساكر، لا يشترط وجود عدد كبير من الأرصفة، مش لازم، لأن دي مش حاجة تجارية، فلا يشترط وجود عدد كبير من الأرصفة. لو الغرض الذي ينشأ من أجل الميناء مواني أسماك، لابد أن تكون في الأماكن التي، يعني شروطها بقى، في الأماكن التي يكثر فيها الصيد، المساحة المائية كافية لإيواء كل المراكب المتوقعة في وقت واحد، عرض المدخل يكفي لدخول 4 مراكب دفعة واحدة، يعني هي أكبر من 50 متر، متصلة بداخل البلاد اتصالا مباشرا، مساحة أرضية كافية لإقامة ورش الإصلاح وأماكن نشر الشباك، دي لازم تتوفر في المساحة الأرضية. في المواني الحرة بقى، هي مواني تجارية يمكن شحن وتفريغ البضائع بدون دفع أي رسوم جمركية إلا على البضائع اللي هتتنقل خارج الدائرة الجمركية، يعني زي ميناء بورسعيد لما كانت. مواني الأمان هي بتلجأ إليها السفن عند اشتداد العواصف أو عند الحاجة إلى تموين أو وقود، عايز أزودها بالوقود هتلجأ للميناء دي.
عايزه تتحمى من العواصف الموجوده يبقى تلجا برضو للمواني الامان اللي موجوده هنا. الممرات الملاحيه المؤديه الى مداخل الميناء يجب ان يكون العمق ما بين مدخل الميناء وخطوط الملاحيه كافي يكفل سلامه السفن، وهي في طريقها طبعا تكفل سلامتها في طريقها الى الميناء. اذا لم يتوفر ذلك بسبب قله الاعماق او وجود جزر مغموره، فانه يجب تحديد طريق ملاحي يؤدي الى مدخل الميناء. لازم اعمل طريق ملاحي كده الى مدخل الميناء، يسمى الممر الملاحي او البوغاز، بسميه عاده البوغاز، بحيث تكون اعماق المياه كافيه لسلامه الملاحه على امتداد طولها كله. يبقى لازم اراعي اول حاجه في تخطيط الممرات الملاحيه، ده التخطيط يجب اراعي ايه؟ ان تضمن حركه مسيره للسفن على امتداد طوله، الا تكون عرضه للترسيب، مفيش ترسيب يحصل، وبالتالي ان الترسيب ده هيقلل لي من القطاع اللي موجود عندي، الا تتقاطع مع تيارات مائيه قويه، ان تكون اقرب الى الخط المستقيم، ان تكون في خط متعامد مع خط الشاطئ طبعا أو قريبة من ذلك يعني. في حالة التغيير في اتجاه الممر، يتم عمل التغيير عن طريق مجموعة من الممسات تتصل بمنحنيات قصيرة لا يقل نصف قطرها عن 6 أمثال طول أكبر سفينة تعبر الممر، مع مراعاة زيادة اتساع الممر عند الانحناءات لسهولة الملاحة عندها. احنا طبعا في الملاحة الداخلية كنا أشرنا إزاي إنك أنت تصمم منحنى، يعني مجرى وبنحصر فيه منحنى، إزاي إن عرض المنحنى ده مثلا بيزيد ومقدار الزيادة قد إيه، واتكلمنا عنها. لابد في الممرات الملاحية المؤدية إلى مدخل الميناء نتكلم عن اتساع الممر. يبقى هي المسافة، اتساع الممر الملاحي هي المسافة بين القدمتين السفليتين لميول الجوانب، جوانب بتاعه المجرى، وبالتالي لازم هيتوقف على عرض السفن وسرعتها، عمق القاع في الممر الملاحي، اتزان جوانب الحفر في الممر، الرياح والامواج والتيارات، عدد حارات المرور المطلوبه. ويعتمد التصميم اساسا على عرض السفن، بحيث توصي الهيئات الملاحيه بألا يقل اتساع الممر عن 4 أمثال عرض اكبر سفينه في حالة استخدام الممر لعبور السفن على التوالي، ولا يقل أمثال عرض السفينة إذا سمحت السفينة بتخطي سفينة أخرى. إحنا قلنا الأربعة لو سفينة واحدة اللي بتعدي، لو اثنين يبقى لا يقل عن 6 أمثال عرض السفينة إذا سمحت أي سفينة بتخطي السفينة الأخرى في نفس الممر، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الرياح والتيارات المائية المتقاطعة مع محور الممر الملاحي. قد أمكن التوصل إلى طريقة أخرى لحساب اتساع الممر. في الاتساع طبعا على حسب التحكم، لو أنا بقدر أتحكم تحكم جيد جدا في الحالة دي الاتساع 160% من عرض السفينة، لو التحكم جيد يبقى 180% من عرض السفينة. تحكم رديء وما بقدرش أتحكم والسفن قديمة يبقى 220% من عرض السفينة. أمكن التوصل طبعا إلى إنه برضو ان الخلوص بين السفينتين بيؤخذ ب 30.5 متر، وان الخلوص بين السفينه وجانب الحفر من 60 ل 150% من عرض السفينه حسب درجه التحكم حركه السفينه وسرعتها وقابليه جوانب الممر للنحر بسبب الحركه. لازم بدرس هذا الكلام. الممرات المؤديه الى مداخل الميناء بتتوقف ايضا على اعماق الممرات الملاحيه. دي بتوقف على ايه؟ مقدار المد، أقصى غاطس لأكبر سفينة تعبر الممر، التغيير في كثافة الماء، مقدار الانخفاض في سطح المياه نتيجة حركة السفينة. عرض الممر الملاحي لا يقل عن 100 متر بأي حال من الأحوال. عمق المياه على طول الممر الملاحي عبارة عن الغاطس زائد متر زائد مقدار انخفاض قاع الموجة عن سطح المياه الساكنة. عادة يحدد موقع المدخل بحيث يكون عند طرف الميناء الغير معرض لهبوب الرياح السائدة. يقاس اتساع المدخل بأقصر بعد بين الأوجه الرئيسية لحاجز الأمواج على جانبي المدخل، فإذا كانت أوجه الحاجز مائلة فإن اتساع المدخل يقاس بأقصر بعد
بين قدميتي الميل وليس بالبعد بين الحاجزين عند سطح الماء. ده الشكل اللي موجود عندي للحركة. يعني هي الحركة لو كانت نصف دائرية بهذا الشكل، يبقى البعد بين الدوران هنا والرصيف بيبقى 150 متر. لو حركة دائرية كاملة يبقى البعد بينها وبين الرصيف 60 متر. لو الدورة بتاعت السفينة لما تيجي تطلع أو تخش بتخش على حركتين أو ثلاث حركات على حسب المشار له. لو حركتين زي اللي فوق، لو ثلاث حركات يبقى إيه؟ زي اللي تحت، بتبقى من وإلى الرصيف، من وإلى خارج الميناء أو إلى الرصيف على حسب. المساحة المائية للميناء هي المساحة التي تكفي لإنشاء الأرصفة اللازمة لتراك السفن المستعملة للميناء، بالإضافة إلى مساحة ما يكفي لدوران السفن حتى تتمكن من الخروج من الميناء بواسطة محركاتها. طبعا بتحدد طبعا لعدد وأحجام السفن المترددة على الميناء. مداخل الميناء هي الفتحات التي تتحرك في حواجز الأمواج لتسمح بدخول السفن إلى المساحة المائية للميناء أو الخروج منها. والتصميم ده بقى بيشمل إن أنا تحديد موقع المدخل بالنسبة لحاجز الأمواج مع مراعاة الرياح والأمواج والتيارات. تحديد الاستطاعة الأمثل لسلامة وصول وعبور السفن. تحديد عمق القاع حيث يطبق على نفس شروط عمق الممر الملاحي. تحديد أعمال الحماية اللازمة له. ويكون اتساع المدخل بحيث يفي متطلبات الملاحة عبر المداخل فيه سهولة ويسر، وبتتراوح الاتساع ده من 90 ل 300 متر على حسب حجم الميناء نفسه. عشان أجي أخطط بقى حواجز الأمواج نفسها بيبقى تبع للعوامل الآتية: اتجاه الأمواج في المنطقة وخاصة أمواج ذات الارتفاعات العالية، يبقى أنا هحط حاجز الأمواج بحيث إن هو يبقى يعني مضاد للكلام ده، شكل خط الشاطئ في المنطقة والتوزع المنتظر، ممكن اوسع كمان المساحه المائيه الواجب توفرها في الميناء، طبوغرافيه قاع البحر في المنطقه. ده التخطيط بتاع الحاجز. كل الانواع المواني لها مدخل واحد الا الميناء الحربي له اكثر من مدخل، او مثلا لما اقول لك ايه في فتحتين هم او ثلاثه على حسب. عمق المياه امام حوائط الارصفه، دايما بقول انه الرصيف اهو بيبقى بينه وبين منسوب اعلى مد 1 متر، ما يقلش المسافه الفرق بينهم عن 1 متر، واكبر غاطس بزود عليه 1 متر من منسوب اوطى مد. من منسوب اوطى مد يبقى من منسوب اوطى مد او اوطى جزر بقيس اكبر غاطس زائد 1 متر. المخازن بقى بتختلف المخازن في تخطيطها ومقاساتها حسب انواع البضائع ومستلزماتها وحجم الانواع المصدره والمستورده من كل نوع. يعني انا قد تكون بقى الادوار دي دور واحد، قد تكون عدد من الادوار، وتفضل المخازن من دور واحد حيث تكون تكاليف الشحن والتفريغ اقل ما يمكن في المخازن طبعا عن المخازن المتعدده، وتكون رخيصه ايضا من الناحيه الانشائيه، ده شيء طبيعي. إذا الارتفاع التشويم بتوقف على إذا كان النقل آلي ممكن يوصل لـ 4 متر، إذا كان حمالي بيوصل من 3 متر ممكن يوصل لـ 2 متر للارتفاع طبعًا، مفيش ضروش أكتر من كده. يجب أن تكون المساحة الكلية للمخزن أكبر من المساحة المائية للتشويم بالقدر الذي يسمح بحرية الحركة بين البضائع. إن أنا أسيب ممرات طولية وعرضية يبقى المساحة الكلية للمخزن 2 في المساحة اللازمة للتشويم. ولحساب مخزن انتقال اللي هي سقيفة، يعني بقول ان حجم البضاعة عبارة عن عمولة البضاعة في الكثافة الحجمية. الحجم الفوليوم يعني عبارة عن المساحة اللازمة للتشويم في ارتفاع التشويم. يبقى اذا المساحة تبقى الحجم على الارتفاع التشويم ويتوقف على طبيعة التشويم آلي ولا حمال، ده النظري. الفعلي بضرب في واحد وربع، يبقى بزود واحد وربع عشان الفراغات والممرات اللي موجودة. يبقى المساحة الكلية للمخزن عبارة عن المساحة الفعلية زائد مساحة الممرات. المساحة الكلية للمخزن 2 في المساحة الفعلية للتشويم. طول السقيفة هي طول أكبر سفينة ممكن ترسو أمامها، ده لو سفينة واحدة. عرض السفينة لا يزيد عن 65 متر، عرض السقيفة مش السفينة، السقيفة. ارتفاع السقيفة للمخزن لا يقل عن 5 متر وعادة بيوصل ل 6 متر. بزود السقائف بأبواب على الجانبين متقابلة
والبعد بينهم بين الباب والباب لا يزيد عن 20 متر ولا يقل عرض الباب عن 4 متر، وارتفاعها بيكون بكامل ارتفاع السفينة بقدر المستطاع، والأبواب المنزلقة أفقيا أو رأسيا. أرضية المخزن مائلة قليلا تجاه الميناء، بتميل ناحية الميناء مية، يبقى الأرضية بتميل عشان أعرف أنظف أي سائل حصل بتاع، يبقى أنا ما يحصلش تراكم للمياه. الإضاءة كافية ليلا ونهارا، إن لو ما كانش في إضاءة كافية بتحصل سرقات، جرائم قتل، أنس أن. يبقى من ناحية الأمن لازم الإضاءة تكون كافية ليلا ونهارا. برضه يمنع السرقات وهكذا. اتساع واجهة الرصيف أمام السقائف، يبقى أقل اتساع بين حافة الرصيف وواجهة المخزن 6 متر، يبقى ده طريق عشان كطريق للريات في اتجاه واحد. ممكن يوصل 9 متر، 11 متر، 13، 15، ده لو في ونش وخطايا سكة حديد، يبقى ونش وخطايا سكة حديد يبقى 15 متر على الأقل. المقاسات المختلفة بقى، بقول طول المولس اللي هو الجزء اللي بيبقى بين الرصيفين، ها؟ ده هيبقى إيه؟ ده مجموع أطوال السفن المستخدمة بالإضافة إلى ألف وب وجيم، هتبان على الرسمة. بنسيب مسافة بين السفينتين 15 متر، أو بين السقفتين. الرصيف أطول من مجاميع السفن، ذات مسافات بين السفن 25 متر. يعني نقول، سيبك من الكلام ده، إحنا ممكن نعملها، نقول لو سفينة واحدة على كل مولس، على جنبي كل مولس، يبقى طول المولس هو طول السفينة زائد 2 في 25 متر. العرض مجموع عرض المخزنين زائد اتساع طريق وصل زائد 2 في ألف. اتساع الحوض 3 في عرض السفينة زائد 30 متر. طول السقيفة طول أكبر سفينة، طول السقيفة أو المخزن وطول المولس ناقص ب ناقص ج. يعني إيه الكلام؟ تعال نبص في الرسم، أدي السفينة واقفة أهي، وأدي المولس أهو. يبقى في الحالة دي هنقول إن السفينة بطول الإيه؟ السقيفة. في ب وج، كل واحدة فيهم 25 متر. الطريق الأوسط ده ممكن يبقى 15 متر. والألف اللي هنا دي ما تقلش عن 6 متر. ب وج كل واحدة فيهم ما تقلش عن 25 متر. ده لو سفينة واحدة. لو سفينة واحدة، طب لو سفينتين، يبقى طول المولس 25 متر زائد طول السفينة زائد 15 متر زائد طول السفينة تاني زائد 25 متر. العرض هيبقى 2 في عرض المخزنين زائد عرض الطريق الأوسط زائد 2 في 1000. اتساع الحوض يبقى 3 في عرض السفينة زائد 50 متر، لأن ممكن يبقى فيه سفينة، يعني عشان الحركة بتاعة السفن. لو سفينتين واقفتين واحدة عايزة تطلع، يبقى لازم في عرض الدهان. طول السقيفة طول أكبر سفينة، طول السقيفة عبارة عن نص في طول المولس ناقص 2 ب في ج. تعال نحسبها هنا أهي. يبقى ده لو أنا بقول إن السفينة واقفة ودي سفينة واقفة، يبقى أنا عندي المسافة اللي بينهم أو بين السقيفة والسقيفة 15 متر. ب وج برضو 25 و25، الطريق الأوسط 15 متر. بقول إن هنا اتساع الحوض عبارة عن عرض السفينتين وبسيب، وبقول ان هو وسفينه ثالثه، يبقى ثلاثه عرض ثلاث سفن و50 متر علشان ادي خلوص ان المركب تتحرك.